اتنين مذيعين من بتوعنا هم، واحد اللي هو اللي انتوا عارفينه، والتانية اللي هي اللي انتوا عارفينها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة من فيلم جامد. والفيلم اللي هنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو Don't Look Up. Don't Look Up كنا عملنا رياكشن للتيزر بتاعته، ولكن المرة دي عندنا تريلر على بعضها، نزلت في نفس اليوم بتاع التريلر بتاع سبايدر مان، وهو اليوم اللي أنا أصلا كنت مسافر فيه، فعشان كده بعملها متأخر شوية. بس بصراحة أنا عندي شوية شغف وحماس كده للتريلر رياكشنز، فعشان كده بعمل دي حتى وهي متأخرة، وعشان كده احتمال في المستقبل القريب ويمكن البعيد تشوفوا تريلر رياكشنز كتير. بس قبل ما نبدأ حابب أوضح إن الحلقة دي برعاية ستوري تيل، خدمة الكتب الصوتية الأكبر في العالم العربي، والهدف هو الإعلان عن تعاون جديد ومهم جدا في أوساط المحتوى الرقمي العربي، تعاون بيجمع ما بين ستوري تيل وما بين الدحيح أو أحمد الغندور. لا أنا ماليش أي دعوة بالموضوع، أنا بعلم بس. الدحيح مع ستوري تيل بيقدم سلسلة الدحيحة، أحمد بيقدم بصوته سلسلة من القصص عن سير الشخصيات المؤثرة، لغة السلسلة مصرية سلسة وأسلوب السرد مرح زي أسلوب الدحيح اللي احنا متعودين عليه. حتى اسمعوا كده، اللي قدر ينقذ الموقف بصعوبة، وفي يوم 11 ديسمبر سنة 1911 اتولد الطفل السابع لعبد العزيز اللي قرر يسميه على اسم الدكتور اللي أنقذ حياته هو ووالدته، نجيب محفوظ. يا سلام يا احمد، خدتوا بالكم من ال 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 عندنا في السلسله كتب صوتيه عن محمد صلاح، محمد علي كلي، نجيب محفوظ، ومالكوم اكس، وغزو امريكا. لا غزو امريكا ده مش سيره لشخصيه، بس كتاب مهم هتحبوا تسمعوه. اشتركوا دلوقتي في ستوري تيل من اللينك اللي في الديسكربشن، واسمعوا سلسله الدحيحه برضو من اللينك اللي في الديسكربشن، وما تنسوش تبقوا تقولوا لي رايكم في التيزر رياكشن اللي كنا عملناها لفيلم دونت لوك اب. قدمنا كل حاجه ليها علاقه بمعلومات الفيلم، فما فيش اي داعي ارجع اقول كلام قلته قبل كده، وخلونا على طول نخش في التريلر اللي كالعادة ما شفتهاش ولا مرة، هشوفها معاكم دلوقتي لأول مرة، فيلا بينا. This is not real. This is not real. This is not real. This isn't happening. Kate, tell me this isn't really happening. I hear there's something you don't like the looks of. We discovered a very large comet. Oh. It's headed directly towards Earth. This comet is what we call a planet killer. At this exact moment, I say we sit tight and assess. Sit tight and assess? Sit tight. And then assess. The sit tight part comes first, and you gotta digest it. That's the assessment period. This is the worst news in the history of humanity. He just blew us off. What are we gonna do? We have to release the information. So we just leak it. Today have made a pretty big discovery in space. How big is this thing, Dolan? I can't destroy my ex-wife's house. Is that possible? There's a 100% chance that we're all going to die. Hey. Hey. Well, the handsome astronomer can come back anytime, but the yelling lady, not so much. We're going to get the news out there one way or another. It's real and it's coming. Jesus Christ, you could have just called me. This comet contains $30 trillion worth of material. What do trillions of dollars matter if we're all gonna die? Oh, no, if we're rich, that would be terrible. You guys discovered a comet? I have a tattoo of a shooting star on my back. Oh, that's terrific. This could be a complete disaster. This is already a disaster. You know that girl from YFTV said we're all gonna die? No. Yo, bro! You'll never take me alive! There it is! A giant comet hurling its way towards Earth! Can you see it? I can't! My head is in a bag! I did have the FBI put that bag over your head. They don't do that. The CIA does, but I made them do it. You know, I had a feeling. It's a good feeling, because that is what I did, and it was very funny and cool. من الواضح ان
دفعة الكوميديا هتبقى عالية، ومن الواضح ان الشخصيات كتير بتقدم اسخف سلاش اكتر وش بيحاول يضحك عندهم. والهدف من الموضوع بتاعنا المرة دي بقى واضح شوية، الفكرة مش فكرة المذنب اللي جاي الارض عشان يدمرها والاجراءات اللي بتحصل والقصص الانقاذ والحاجات اللي احنا متعودين عليها في الافلام والاعمال اللي شبه كده. الهدف دلوقتي هو ان الخطر اكيد وحقيقي ومؤكد وعلميا مثبت ومحدش فارق معاه، محدش مهتم. ولما قريت السينوبسز اللي موجودة من نتفليكس نفسها بتفاصيل شوية، وضحت ان هو ده الهدف. الهدف ان هو احنا نستعرض شكل العالم اللي موجود دلوقتي من خلال حادثة زي دي او فرضية زي دي، وده شيء ذكي جدا وعجبني جدا. تعالوا نعدي على التريلر تاني. فترة من الفترات بدأت أصدق إن هما ما عندهمش إلا اللقطة دي. قلت المرة دي أجرب نسخة التريلر العربي، ودي حاجة بتقدمها نتفليكس على القناة بتاعتهم اللي ليها دعوة بالمحتوى العربي أو المخصصة للعالم العربي. حاسس إنها حاجة ظريفة، حتى الفواصل اللي في النص مترجمة بالعربي، ده شيء كويس جدا. لا ثانية، مستوحى من أحداث حقيقية إزاي يعني؟ لم تحدث حقا. آه يبقى ده ليه علاقة بموضوع المعالجة، إن الموضوع كله جوه العالم بتاعنا بطريقة التفكير والتصرف والتعامل اللي احنا واخدينها او اللي احنا عايشينها دلوقتي من كل الجهات والعناصر والبني ادمين اللي موجودين في العالم، ولكن الفرضيه اللي بتحرك كل حاجه ما حصلتش. اتمنى والنبي تكون ما حصلتش، او هتفرق قوي. كمان مره دول الاثنين علماء اللي اكتشفوا المذنب، الاداره الامريكيه. المره اللي فاتت كنت فاهم الموضوع غلط، المره دي نوضح من اولها ان ميريل ستريب هي رئيسه امريكا وان جونا هيل هو ابنها والتشيف اوف ستاف. بيحاولوا يصدروا اكتر وش ليهم بيضحك. اخيرا الراجل ده اتكلم في التريلر، لو انا فاكر صح التريلر اللي فاتت ما نطقش. كلوز اب شديد قوي، انا وحشني الوش الكوميدي بتاع جونا هيل والله. ماشي يا سيدي. هما في الاول لما توجهوا للدوائر السياسيه والدوائر السياديه ولا اي حاجه، فدلوقتي مهمتهم بقت توعيه الناس، فهيلجأوا للتسريب. هنا بقى هننتقل للتعامل الاعلامي. نفس خفه الدم يا ربي. الوش الهستيري بتاع جينيفر لورنس لطيف برضو، رد فعل ليه وعلى المشهد ده عظيم. بس بقت هي دي قضيه الفيلم، زي يكذبوا انتباه الناس. اسم الفيلم بقى اللي هو نظام انا مش محتاج اعرفك حاجه، انا مش محتاج اشرح لك، مش محتاج اثقفك، مش محتاج اعمل اي حاجه في الدنيا. بص بص فوق بس، يعني لوك اب، يعني بص للسماء وانت هتشوف المصيبه اللي احنا عايشينها، وده حقيقي فعلا واقعي. استهدافهم امنيا، الرأسماليه الجميله وممثلها هو مارك رايلنز. جماعه بجد ركزوا بس في التريلر شويه، كل شخصيه تقريبا ظهرت في التريلر ليها قرين عندنا عايش معانا بنشوفه كل يوم في مصر. انا عايز جون هيلي يولع الدنيا في الفيلم ده. ده ايه في الاخر بيقرروا ان هم يطلعوا يواجهوا المذنب بنفسهم ولا ايه؟ السليبرتي وادي نظر على هيستيريا ليو شخصيا، الحاجات اللي ممكن يلجأ لها عشان الناس تشوف. تيموتي طالع ان شاء الله الانفلونسر، هي شغاله في سوبر ماركت ولا ايه بالظبط؟ رون بيرلمان ظهر اهو، ده الموضوع بيتطور. ها لثانيه تخيلت ان ده مايكل شانن بس طلعت غلطان. حلوه جدا، فيها جديد، مش كتير يا جماعه بنشوف افكار لافلام دلوقتي ونقول ان الزاويه اللي احنا بنتكلم منها او طريقه التناول جديده. اول ما سمعنا عن الفيلم سمعنا عن قصه مذنب متجه للارض وقلنا عادي، ما شفنا مليون مره، ولكن القضيه دلوقتي مختلفه تماما. تشكيله الشخصيات ظريفه جدا، من الواضح ان هم ليهم زمن ظهور على الشاشه مختلف عن التقدير الاول اللي جه في مخي. انا في الاول كنت متخيل ان الجميع ضيوف شرف، بس لا، بيظهروا في اماكن مختلفه وليهم تاثير على الاحداث، ومن الواضح ان الاحداث هتكون مسخره. فانا نسبه الترقب بتاعتي للفيلم من التيزر كانت 9 من 10، لا دلوقتي بقت اسوليد 10 من 10. مش عارف لو دي وجهه نظر موضوعيه قوي ولا واقع ان انا بقالي كتير قوي مش عارف اشوف افلام من اساسه خلاني عاوز اشوف اي حاجه، بس بكل تاكيد ده مش اي حاجه، ده اتوقع انه هيكون فيلم كويس. بس ده وجهه نظري وانطباعي ونسبه ترقبي بناء على الحرمان السينمائي اللي انا عايش فيه. الاهم منهم وجهه نظركم ونسبه ترقبكم وانطباعاتكم والحرمان السينمائي اللي انتوا عايشين فيه، فيا ريت تساهموا بيهم في الكومنتس. الف شكر لحضراتكم على المشاهده، يا ريت تعملوا شير ولايك للحلقه لو عجبتكم، اشتركوا في القناه وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول، تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستغرام، وباي باي.